عارفين الشنطة الترندي اللي احنا كلنا هنموت عليها؟ تعالوا نشوف النهاردة هنعملها ازاي. انا ايه الالفي، بصمم شنط خرز واكسسوارز، والنهاردة هوريكم ازاي نعمل شنطة ترندي باقل تكلفة واقل مجهود. احنا محتاجين ايه عشان نعملها بكل سهولة؟ محتاجة لولي، خرز لولي مقاس 18 او 20، وخيط سنارة مقاس 70. خيط سنارة مقاس 70 اخترت الخيط مقاس كبير علشان الخرز حجمه كبير. ويلا نبتدي. هناخد طرف خيط بالشكل ده، هنبتدي نقص، هنبتدي نحط اربع خرزات عشان تتكون معايا اول رباعيه في السطر الاساسي بالشكل ده، وهبتدي اوسطن الخرز واخليه بالتساوي زي ما احنا متفقين. همسك طرف ارجعه في اخر خرزه عشان تتكون معايا الحلقه دي، واخد الطرف الثاني بالشكل ده واشد وتتكون معايا كده اول غرزه في السطر الاساسي. طبعا عشان نعمل اي شنطه لازم نكون عارفين حجمها، بنبتدي نعرف حجمها بالطول وبالعرض. كده حجمها بالعرض، فانا عايزه اعرف السطر بيتكون من كام عقده او كام غرزه. الغرزه اللي هي بتكون عندنا رباعيه اهي، ببتدي اعد من تحت 1 2 3 4 5 6. وطبعا اهم حاجه السطر الاساسي او سطر القاعده اللي احنا بنبتدي بيه وبنحدد على اساسه احنا عايزين الشنطه بتاعتنا بتكون كام عقده عرض وكام عقده طول. كده هنبتدي نكمل سطر القاعده. هبتدي احط خرزتين في طرف وخرزه تاني في طرف، وابتدي اعمل العقده بتاعتي عادي جدا. معايا خرزه، حطيت 3 خرزات، هبتدي ارجع الطرف، طرف الخيط في الطرف اللي انا حاطه فيه خرزتين، هرجع طرف الخيط في اخر خرزه واسحب الطرف التاني ادخله في الحلقه بتاعتي او العقده بتاعتي، وابتدي اسحب عشان اعمل تاني غرزه في السطر الاساس او سطر القاعده. طبعا انا عايزه الشنطه بتاعتي صغيره، فهتكون متكون السطر بتاعها او سطر القاعده هيكون متكون من 4 عقد. احنا عملنا 3 عقد، هنيجي للعقده الاخيره، وبدل ما بحط خرزتين وخرزه هحط في النهايه 3 خرزات في طرف واحد، واختار دايما الطرف الاكبر بالشكل ده. كده حطيت 3 خرزات، هرجع في اخر خرزه واعمل عقده وادخل الطرف التاني في الخرزه عشان ابتدي اطلع السطر التاني اللي هنشوفه دلوقتي. هيكون عندي طرف الخيط الاطول اللي دايما بيكون فوق، معايا خرزه محتاجه 3 خرزات، هحطهم بالشكل ده، وبرده هرجع طرف الخيط في اخر خرزه وابتدي اعمل عقده، وبالشكل ده هتكون اتكونت عندي اول غرزه في السطر الاول بعد سطر القاعده. كده همسك طرف الخيط اللي تحت هدخله او هعديه من الخرزه اللي من تحت اللي جنبيها بالشكل ده، هكون وصلت العقده دي مع العقده دي عشان ابتدي اكمل السطر. طبعا زي ما احنا عارفين احنا اول غرزه دايما في السطر الثاني بعد سطر القاعده بيكون معايا خرزه بحط 3، بعد كده بدخل طرف الخيط اللي تحت في الخرزه اللي جنبيها، وكده يتكون معايا طرفين خيط وفيهم الخرزتين. هكون محتاجه احط خرزتين بالشكل ده، بحطهم دايما في الخيط اللي فوق. هبتدي احط خرزتين في الطرف اللي من فوق، ابتدي ارجع بالطرف ده في الخرزة الاخيرة واعمل العقدة اللي احنا متعودين عليها. وزي ما احنا شايفين كده عملنا تاني غرزة في السطر التاني، هدخل طرف الخيط زي ما احنا متعودين، بس بدل ما بطلع بالخيط اللي فوق احط الخرز فيه، لا هحط الخرز في الخيط اللي تحت بالشكل ده. ابتدي اقفل بيها السطر التاني بتاعي بعد او السطر الاول بعد القاعدة بالشكل ده. هعمل العقدة واسحب طرف الخيط، طرف الخيط اللي فوق طبعا، ابتدي احط 3 خرزات، وبعد كده الطرف اللي تحت واحطه في الخرزه اللي جنبيها، وابتدي اشتغل احط 2 واعدي في الخرزه اللي جنبيها، احط 2 واعدي في الخرزه اللي جنبيها، لحد ما اوصل معايا لاخر غرزه في السطر ده. ابتدي ابدل بالخيط، ان انا بشتغل على الخيط اللي تحت ده اللي احط فيه الخرز عشان ابتدي اطلع بالسطر اللي بعديه ويتكون عندي الشكل ده. وابتدي اعمل هنا السطر التالت بان انا يكون معايا طرف خيط
ادخل فيه 3 خرزات وابتدي اكمل السطر زي ما احنا عملنا بالظبط في السطر التاني. طبعا انا عايزه الشنطه بتاعتي يكون الطرف بتاعها او الوش بتاعها يكون طوله 4 عقد، 1 2 3 4، فببتدي ان انا اعمل شنطه، يعني ببتدي ان انا اعمل السطور كلها، اعمل الوش بتاعي اعمله مرتين، يعني 1 2 3 4، اكمل لحد ما يكون 8 سطور عشان في النهاية اتنيها يكون ده قد ده، وهعمل حساب سطر القاعدة اللي انا هسيبه تحت. انا كده بالنسبة لي عملت 4 سطور عشان الشنطة عندي بتتكون، الوش بتاعها بيتكون من 4 سطور. هبتدي ان انا هعمل زيهم بالظبط عشان يكونوا وشين الشنطة قد بعض زائد سطر القاعدة. انا كده عملت 4 سطور، محتاجة 5 سطور عليهم عشان يكون 4 بتوع الوش وسطر تاني هو سطر القاعدة. وتعالوا نشوف. كده احنا بقى معانا وصلنا هنا، الخيط هنا قصر، هنحتاج ان احنا نهرب الخيط او ندخل الخيط بالتساوي كده في بقية الشنطة عشان ابتدي احط خيط جديد. هبتدي ادخل الخيط، كل خيط في الخرزة اللي جنبها، في الخرزة اللي قدام بالشكل ده، بالطريقة دي ادخلها كده. برضو الطرف التاني بهربه بنفس الطريقة، ادخله دايما في الخرزة اللي جنبيها بالشكل ده كده لحد ما توصل معايا لتكون حتة صغيرة، ببتدي دي بتكون حتة زيادة ببتدي اوسع. انا كده الشنطة بتاعتي خلصت، هبتدي عملتها 1 2 3 4 5 6 7، عملتها 7 سطور. هبتدي اتنيها بالشكل ده، هيبقى كده عندي الوش 3 سطور، وهبتدي اقفلها من الجنبين. ويلا معايا 3 خرزات، هبتدي احط خرزة هنا عشان يطلع الجنب هنا متساوي ويكون سطر كامل. هبتدي ادخل الخيط في الغرزة اللي تحت، في الخرزة اللي تحت دي بالشكل ده، واطلعه من هنا معايا خرزة ومعايا 2 خيط، احط في الطرف في الخرزة اللي فوقيه والطرف التاني في الخرزة اللي فوقيه، واكون هنا عايزة خرزة عشان تكمل رباعية بالشكل ده. احط خرزة ودايما اختار طرف الخيط الاطول، وارجع فيها واسحب الطرف التاني ادخله في الحلقة واقفل بالشكل ده. لو انا حابة ان انا اعمل ايد مدورة زي الايد الترند اللي طالعة، بمسك طرفين الخيط وابتدي احط فيه خرز وكده خلصنا الشنطة الترندي اللي احنا كلنا ممكن نقدر نعملها بكل سهولة. ولو حابين ان انا اعملها زي اللي في الصورة بالظبط وبنفس اليد، طرف الخيط اللي بيكون طالع عندي من الجنب انا ببتدي احط طرفين الخيط كده وابتدي ادخل فيه خرز على حسب ما انا عايزة، نفس الحجم ده او حجم اصغر. بالطريقة دي عندي طرفين الخيط، ابتدي اجيب خرز اصغر، حب اصغر شوية او نفس الحجم، وابتدي احط الخرز في الطرفين مع بعض بالشكل ده. كده بالطريقة دي اما اكمل هبتدي ان انا امسك طرفين الخيط دول اهربهم في الغرز بتاعت الشنطة. وكده نكون عملنا الشنطة، ويارب تكون عجبتكم.